طيب دعنا ننتقل إلى صحيفة السوداني. غرفة المصدرين تطالب بحل عاجل لمشكلة ارتفاع تكلفة النقل إلى أكثر من 130%. طالبت غرفة المصدرين باتحاد الغرف التجارية بإصدار قرار استثنائي عاجل لحل مشكلة تكلفة النقل وتكدس المحاصيل في مناطق الإنتاج والأسواق وتباطؤ حركة الترحيل إلى الموانئ، وأعلنت عن وجود زيادة بلغت 130% في تعرفة النقل، ورفعت الغرفة مذكرة رسمية للجهات المختصة بهذا الشأن. وقال رئيس الغرفة وجدي ميرغني لصحيفة السوداني إن تعرفة النقل زادت بنسبة 130%، وهي تمثل زيادة 25 دولارا على تكلفة الطن الواحد، مشيرا إلى وجود ضعف في حركة النقل مع بعض أو من بعض المناطق لشح إعداد الشاحنات إلى المدن والموانئ خاصة عقب قرار منع المقطورتين. طيب يعني الآن زيادة تكلفة النقل بنسبة 130% هي نسبة كبيرة، وأعتقد أنها يعني ستؤثر أيضا على حركة الصادر، خصوصا بعد القرارات الأخيرة التي صدرت بتقليص حمولة الشاحنات. القرارات الأخيرة التي أصدرها وزير النقل والتي قلصت حجم الشاحنات إلى مقطورة واحدة، وارتفاع تكلفة النقل، لأن الحديث ليس عن تقليل المقطورة بس، إنما حتى قطع غيار الشاحنات ارتفعت قيمتها، خاصة الإطارات، كما أن قيمة الجازولين للشاحنات ارتفعت. هذا قطعا سيزيد من تكلفة الصادر ويقلل من القدرة التنافسية لصادراتنا، خاصة أن صادراتنا تنافس صادرات من بعض الدول، وأن تنافس على أسواق محددة في مناطق محددة. كما أن زيادة تكلفة النقل قد ستؤثر على الواردات، لأن هذه الواردات من الميناء بنسبة كبيرة يتم نقلها عبر الشاحنات، ارتفاع تكلفة الطن، وأن الشاحنات بدلا كانت تذهب بمقطورتين الآن عليها أن تذهب بمقطورة، ما يغلص قدرتها من بنسبة 50%. قطعا هذا سيرفع من التكلفة على الواردات يعني وعلى الصادرات وسيؤثر على السلع المختلفة. يعني هل وزارة النقل في رأيك أنها استعجلت في قرار حظر الشاحنات بالمقطورتين؟ طبعا وزارة النقل عندها مبررات، أن المبررات مرتبطة بالقدرة بتاعت الطرق، طرق المرور السريع، طرق المرور السريع مخصصة لحمولات محددة. السنوات الأخيرة دخلت السودان شاحنات بحمولات ضخمة، لكن كان يمكن التشاور، وكان يمكن إيجاد معالجات أخرى. الحل النهائي والجذري أن في بلد شاسع زي السودان أن يتم النقل بشكل أساسي عبر السكة حديد. سكة حديد عندها قدرة على النقل بكميات كبيرة، عندها قدرة بتكلفتها أقل كبير بنسبة كبيرة جدا من الشاحنات، لكن السكة حديد تعاني من مشاكل كثيرة في السودان. لذلك هذا القرار كان من المفترض أن يتم التشاور فيه مع غرف المصدرين، غرف الموردين، مع وزارة التجارة، مع وزارة المالية، حتى يخرج القرار ولا يؤثر بتأثير، لأن هذا القرار إذا ذهبنا إلى تطبيقه سيؤثر على كل السلع من الصادر والوارد. طيب سيخرج سلعنا من التنافسية في الأسواق، وسيؤثر على السلع الواردة في رفع أسعار. وهي فعلا هي دي الآن المشكلة الماثلة. يعني يمكن الآن السيد رئيس غرفة المصدرين السيد وجدي ميرغني يتحدث على أن شهري يناير وفبراير وهي الأشهر التي تدخل فيها المحاصيل السودانية للأسواق العالمية، وأي تأخر من ذلك ستدخل محاصيل دول أخرى. يعني الآن في رأيك ما هو الحل، أو ما هي الآن المطلوب لتجاوز هذه المشكلة؟ لابد من إيجاد معالجة سريعة جدا لهذا الأمر، لأن وفق الحديث رئيس غرفة المصدرين، طبعا معروف أن هناك محاصيل تعتمد عليها الصادر السوداني في السمسم وفي الذرة، المحاصيل التي والقطن الذي ينتج مطريا، المحاصيل التي تنتج في فترة عن طريق الري بالأمطار. وإذا نظرنا إلى الدول التي تنافسنا في هذه المحاصيل والموجودة في الإقليم، نجد أن موسم الأمطار فيها مشابه لموسم أمطارنا، أي أن نفس هذه المحاصيل يتم حصادها في نفس الوقت وتذهب للأسواق الصادر في ذات الوقت. إذا ظل هذا الأمر في التلكؤ والتردد،
تم الحد من وصول من حركة الصادرات السودانية. صادرات هذه الدول ستذهب لهذه الأسواق وستسيطر على هذه الأسواق وسنبدأ في فقدان هذه الأسواق. لذلك هذا الأمر لابد من معالجة. هذا الأمر ليس أمر غرفة مصدرين وليس أمر غرفة تجارة. هذا الأمر ينبغي أن تشكل له غرفة طوارئ من مختلف الجهات حتى لا ينعكس انعكاسا كبيرا على الاقتصاد. ولا سيما أن الرهان الأساسي على زيادة الصادرات خاصة في السلع التي عندنا فيها ميزة تفضيلية حتى يتم تقليل الفجوة ما بين في الميزان التجاري ما بين الصادرات والواردات. لذلك هذا أمر يحتاج لوقفة مشددة من جهات مختلفة. لا يترك هذا الأمر لجهة واحدة. لا بد من النظر الكلية لهذا الأمر. نتمنى يعني أن ندرك موسم الصادرات خصوصا الصادرات التي تكون خارج البلاد لأنها يعني تدعم كثيرا جدا الاقتصاد. طيب